هذه الورش هي من أجل تقديم الدعم الفني للمدارس فيما يتعلق بالتعليم عن بعد والتوضيح الإلكتروني للدخول إلى منصة نيوتن وشرح كيفية إنشاء الحساب من خلال الرقم الإحصائي للمدرسة. إن شاء الله هذه الورشة كانت مفيدة في تقديم الدعم الفني للمدارس من أجل تعزيز القدرات العلمية لتلاميذنا وطلابنا وكذلك مشاركتهم في اختبارات بنك الأسئلة. طبعا هذه الدورة إن شاء الله انطلقت اليوم، راح يشارك بها أكثر من 370 مدير ومعلم ومدرس ومعاون من مدارس محافظة نينوى. الدورة لكل مجموعة هي الدفعات، كل دفعة هي يكون الحضور ليوم واحد وتستمر لمدة 5 أيام. سلوان صالح، مسؤول التعليم عن بعد. تشرفنا اليوم باستضافة الورشة التدريب حول منصة نيوتن والتعليم عن بعد التي قامتها وحدة التعليم عن بعد في تربية نينوى. تشرفنا باستضافتها في مدرسة الكواكب للبنات، وكان الأستاذ سلوان هو المدير لهذه الورشة وأعطانا معلومات قيمة حول كيفية الدخول إلى منصة نيوتن وكيفية الدخول إلى المحاضرات أو الأسئلة أو الاختبارات للمشاركة من قبل التلاميذ لهذه لمساعدة التلاميذ، خاصة عند قرب حلول الامتحانات سواء كان نصف السنة أو نهاية السنة أو الشهرية. هذه تساعد التلاميذ على إعادة المعلومات التي أخذوها من خلال السنة الدراسية. مثال عبد الله حمادي، مديرة مدرسة الكواكب البنات. تناولت الورشة بعض الأمور المتعلقة بالتعلم عن بعد، من تعريف التعلم عن بعد وكيفية إنشاء حساب وما هي التطبيقات المستخدمة في التواصل بين المعلم والتلميذ عبر منصة نيوتن. ما شاء الله كان الحضور متجاوب ولديهم قوة في التركيز والملاحظة وبعض المعلومات الجيدة، ولكن يحتاجون إلى دورات أخرى كي نضمن لهم يعني إمكانية قوية في مجال التعليم عن بعد. حسان خليل إسماعيل، مدرب دولي. كانت الاستفادة كبيرة وواضحة، وتم تسهيل كثير من الأمور التي كان يتصعبها مدراء المدارس أو التلاميذ. تم الشرح بواسطة الأستاذ سلوان، ونشكر مدير التربية نينوى والأستاذ سلوان ووحدة التعليم عن بعد كل ما قدمته لنا من معلومات وتسهيلات حول دخول منصة نيوتن التعليمية التربوية. كرم الملاح، مدير مدرسة النهضة البنين.